بطني يعورني بطني يعورني بشنه تنصحني يا عم؟ اسمعني واسمع، انا صحت من زموته وديالك مرقدوش، عملت جوز اقول مخلوطة بحندبان. انا صحت من زموته وديالك مرقدوش، عملت جوز اقول مخلوطة بحندبان. ويروح عني الالم لازم يروح. قول خبرني يا عم، قول بطني صاير حريجه وراسي صاير دخان. ترجع صاحي وتناقز عقب ساعة زمان، ترجع صاحي وتناقز عقب ساعة زمان. وين ما فاد العلاج تحتاج عشرج جمه عشرج. أخاف أخاف من هالعشرج أخاف. العشرج يا صديقي يعالج كل شيء، تسعة وتسعين علة ما يخلي أي شيء. وين العلة الأخيرة؟ وين العلة الأخيرة؟ الموت ما له علاج. قرص الثوم زين وحق الباطن زعتر، وحق الباطن زعتر. لو احنا نتأمل ونركب الأعشاب الأمراض ما تظهر، الأمراض ما تظهر. قرص العسل للعين للقلب، قرص الثوم زين حق الباطن زعتر، حق الباطن زعتر. لو احنا نتأمل ونركب الأعشاب الأمراض ما تظهر، الأمراض ما تظهر. لو إحنا نتأمل الأمراض ما تظهر، لو إحنا نتأمل الأمراض ما تظهر. استورد العشبة من
خفيف الحلبة وندقها بالهاون نحميها من الغبار نحميها من الغبار نخلطها ونركب منها دوا ينفع من يشعر بالدوار من يشعر بالدوار نجفف الحلبة وندقها بالهاون نحميها من الغبار نحميها من الغبار نخلطها ونركب منها دوا ينفع من يشعر بالدوار من يشعر بالدوار نصنع دوا يعالج من يشعر بالدوار نصنع دوا يعالج